مريم من Inner Beauty Buzz وأنا هون مع بنتي. شو اسمك؟ ريا. بنتي ريا. وأنا بحب كل شيء عن الصحية، الويلنس طبيعي، كل شيء ناتشورال. وكمان احنا بنعمل كتير أشياء بالبيت، يعني كلاتا وهوم ريميديز. واليوم بدنا نخبركم عن اشي كتير غريبة وكتير حلو كمان. هاي هو التلج من الشاي أخضر، وبس بدكم ريق الشاي وحطوا تيني بليز. I can it open. Okay. She wants to open. بتفتح الكيس الشاي أخضر بالبريق. بدكم يعني 10 إلى 15 كياس بالبريق. يلا ريا تحطي. أوكي يلا حطي بالبريق. أوكي شكرا كتير. بدكم 10 إلى 15 كياس الشاي أخضر بالبريق، وحطوا بعدين الماي سخنة وخلي شوي. بعدين حطوا بالتري الايس تري. شو صار مع الايس تري هون؟ حطوا بالايس تري، بعدين حطوا بالفريزر وخلي يصيروا ثلج. وهلا بعدين يصيروا هيك ثلج. عنا اشكال، انا قلب، انا كمان انا مثلث، انا كل الاشكال هون. يا والشاي اخضر كثير منيح للجسم بس كمان للبشره. وكمان الثلج بتساعد تشد البشره وكمان البورز، مسامات اظن اسمه. كمان بتساعد الكولاجين، اكثر كولاجين بالسكن، وهاي بتعطي اكثر البشره لوكس يونجر، يعني ساعد اصغر بالعمر. نعم ريا. اوكي هلا بدنا نحط الوجه. ريدي؟ بدنا نحط. واذا في اصوا الحبوب في احمر حوالي، هاي بتشيله بس بده اكثر وقت، يعني حطه كونسنتريت. واكيد الثلج برد بس هاي كتير منيح برد، وكمان مي برد بارده كتير منيح للبشره وكل الجسم، وبس حط كل مكان. وكمان تحت اتس اوكي، تحت العيون. كان يقول تحت العيون، تحت هون. تحت العيون اذا عندكم دارك سيركلز، يعني اسود تحت عيونكم، هاي مع وقت بتشيله كمان. ويعني بتكون شيء، يعني مره باليوم، يعني على الصبح، واذا بدكم مرتين باليوم احسن كمان. بعد اسبوع اسبوعين عندكم بشره جلوينج وبتعطي اكثر جمال، وبتشوف البشره بتشد، يعني looks younger or cleaner or ما في حبوب هيك اشياء. كيف الطعم؟ يمي؟ اذا بدكم تاكلوا كمان يعني ما احكي معي كيف كان. اذا جربوا احكي معي كيف كان. انت فيكم تعملوا اكثر وبس خليهم بالفريزر، بعدين كل يوم just put it on your face، على الوجه. طيب شكرا للمشاهدين، او بليز سبسكرايب تو ماي يوتيوب شانل Inner Beauty Buzz، وللمره الجاي خليكم حلوين. باي. لكم باي باي. شوفكم باي.